وعليكم السلام. اهلا وسهلا، بحب حضرتك جدا وبتفرج على كل حلقات حضرتك. احبك الله يا نريمان، شكرا ليكي. اتفضلي. انا عندي 17 سنه يا عسل. وبقالي الحمد لله سنه ملتزمه وبحفظ قران وكل ده، لكن ناقصني نقطه اني مش محجبه، لانه المحيط اللي حواليا مش مساعدني وفي صراعات، وانا نفسي اختمر كمان، لكن خايفه اني كنت هعمل الخطوه دي وبخاف اني اتفتن او كده او اتعرض للحاجات دي، والمحيط اللي حواليا مش مساعدني. يعني امي عادي موافقه، لكن انا بخاف اني اتعرض لاي موقف. طيب يعني بخاف اني ما اثبتش على الحاجه دي او اني اتعرض لصراعات اكتر. ضغط من صحباتك، من الناس، من المجتمع. طيب قولي لي يا نريمان، انا بدات اني انت مقتنعه طبعا ان الحجاب فرض صح، بس لسه الخطوه صعبه شويه. طبعا. تمام. طبعا. طب انا على طول يعني بدخل على طول البس طرحه وامر نفسي وبحب جدا، لكن الخطوه نفسها اني اخدها ما عنديش جرأة اني اخدها. يعني بدات ابعد عن كمان صحابي اللي مش بيشجعوني على كده، وقرب من الناس احسن، وببقى حابه الموضوع قوي قوي، يعني مقتنع بيه لاقصى درجه، لكن التنفيذ نفسه صعب عليا. صحيح. بحس اني بنشغل، يعني اوقات اكون عندي طاقه عاليه قوي واوقات اخف. صحيح. طيب اسمعيني، وده انت جيتي لي هديه من السماء. عايزه اقول لك، بصي يا نريمان، عايزاكي تسمعيني بقلبك الاول. اولا كونك بتتصلي وبتقولي حاجه زي كده يبقى الامر جواك. ابشري، انا ببشرك قريبا جدا جدا هتتصلي بينا تاني وتقولي الحمد لله ربنا من عليا بالحجاب، وانا بفضل الله بفضل الله في قلبي الامر راسخ رسوخ الجبال، اللهم ثبتك اللهم امين. مقدما اهو، انا حاسه بيكي قوي 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 في حته وانت بتقولي صعب علي، خايفه اتعرض لكذا، انا في البيئه مش مساعده. حاسه بيكي جدا جدا، لان يعني مش عايزه اقول لك معظم بدايات الناس كانت نفس البدايه كده، وخايفين من رد الفعل والناس والمجتمع والبيئه والمستوى الاجتماعي اللي احنا فيه، وما ينفعش، ومش عارفه وضع الشغل والكليه والكلام العظيم ده كله. لكن انا عايزه اقول لك حاجه جميله جدا جدا، ايه رايك ان اللي بايد الدنيا دي كلها وصحباتك والمجتمع والشله واهلك وكل اللي ما تتخيله بايد ربنا سبحانه وتعالى، لما هتتحجبي صحباتك اللي بيقولوا لك كذا دولت شويه بشويه، وهم كمان هم طبعا لا ومش عارفه ايه وشكلك غريب وايه اللي انت لابسه، مع ان دلوقتي في ستايلشات، مش عايزه اقول لك الستايلات دلوقتي تحفه جدا. بقول لو الكلام ده مثلا كان على ايامنا، مثلا ايام التسعينات دي كنا زماننا بقت الحاجه تحفه، يعني كنا نروح للناس كده ونقول لهم ارجوكم اعملوا موديلات للمحجبات، هنجيب الناس كلها تشتري منكم. بس ما كانش فيه، نادر لما تلاقي محل كده هي مثلا مش عارفه في اسكندريه كلها، ولا تروح القاهره عشان مش عارفه تجيبي ايه، نادر لما تلاقي. لكن دلوقتي اللهم بارك البراندات ايه، اللهم، والفساتين التحفه والستايل الجيبات، ولا وكمان مش عارفه فستان ايه وتحت وجيب، لا حاجات تحفه جدا جدا. عايزاكي تعرفي ان ربنا هو اللي بايده الامر، وهو اللي بايده قلوب الناس. سيبك من الناس، انت من جواكي ايه؟ انا عايزه اطيعك يا رب، انا عايزه طريقك يا رب، انا عايزه الفرض. عشان كده سالتك انت الاول، المجتمع نتكلم في الاول في اسباب فرضيته ونقنع بالفرضيه، قلت لي انا مقتنعه انه فرض، لان الايه في سوره النور واضحه، ايه ما فيش بقى الحمد لله يا رب ان ايات الحجاب كلها في القران اللي عشان طلعوا قالوا السنه مش عارفه فيها الحمد لله، ولا فيها تشكيك ولا فيها كذا، وبجرم فرض ما فيش حد من جمهور العلماء او المفتين او اللي جم على مدى العصور قالوا ان هو مساله محل اجتهاد، ما فيش كده، فرض ما فيهاش خلاف اصلا. فالامر جواكي الحمد لله مترس، ناقص التكه دي. انا عايزاكي تتوضي، تصلي ركعتين بالليل كده في الثلث الاخير من الليل، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يا رب اهديني لطريقك يا رب، يا رب انا عايزه طريقك وانا جايه لك اهو، يعني ما تقرب عبدي الي بخطوه وبعدين بشبر وبعدين بزراع تقربت الي باع، ومن اتاني ماشيه اتيته هرولا. الله سبحانه وتعالى بس عايز منا الخطوه الاولى بس. ليه؟ لان الله مراد الله من العبد ايه؟ ربنا يريد مني ايه؟ طب يريد الله ان يتوب على الذين يتوب علينا، ربنا عايزنا الهدايه، عايزنا الجنه، عايزنا الفرد، عايزنا كل الخير. فمراد الله مننا ايه؟ الخير كله. يا رب انا عايزه طريقك، يا رب عني، يا رب يسر لي الصحبه اللي تعني،
كتير جدا جدا عايزه اقول لك، وفي صحبه جميله وفي حاجات ناس يعني بنات بيشجعوا بعض، نشجع بعض ويلبسوا واسع ومش عارفه ايه وينزلوا هاشتاجات والفساتين والبراند، حاجات جميله جدا. لا ايوه كده وشكلها شيك جدا، مش عارفه اقول لك فستان ايه وعاملين له مش عارفه ايه وبعدين نازل من تحت حاجات الوان في بعضيها وتحفه وشيء رقيقه وشيك. فانا عايزاكي تلجئي لربنا وتنزلي على سجادتك كده وتقولوا له يا رب والله ما انا طالعه من الصلاه دي يا رب الا وكنت هديت قلبي، اهديني يا رب، ادعي 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 وان شاء الله رب. وانا هدعي لك وكل اللي بيشاهدونا دلوقتي الألفين دلوقتي يدعم على المباشر يدعو لنريمان يا رب يثبتك يا رب ويشرح قلبك للهدى والتقى والعفاف والغنى يا بنت ويجعلك من اصحاب الستر والتقوى، اللهم امين.